الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوتي في الله، هذه الحياة الدنيا ما خلقت بكل ما فيها وكل من فيها إلا للابتلاء. يقول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه الحقيقة إن غابت عن المؤمن فسد ميزانه واختلت أولوياته وأضاع دنياه وآخرته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تخيل أنك تريد أن تعمل في شركة ما، تحلم أن تعمل في هذه الشركة، وأخبروك أنك ستعمل فيها فترة تجريبية مؤقتة، وقال لك صاحب العمل أن خلال هذه الفترة سيختبرون كل شيء، قدرتك على الصبر والاحتمال والعمل تحت الضغوطات،
تعاملك مع زملائك أمانتك وصدقك انضباطك والتزامك. فإن كانت هذه الفكرة أنك في اختبار وفي فترة تجريبية تريد أن تنجح فيها، إن كانت هذه الفكرة مسيطرة على ذهنك طيلة الوقت يتحسن أداؤك وتركز في عملك وتنجح في المهمة التي تريد أن تنجح فيها. أما لو غابت هذه الفكرة فلا شيء إلا الفشل والضياع والخسارة، وهذا قريب جدا من حال المؤمن في هذه الدنيا. إن حضرت فكرة الاختبار، الهدف الذي من أجله أنا هنا، أنا في اختبار أريد أن أنجح في هذا الاختبار، اختبار لإيماني وصبري واحتمالي وتصرفي فيما أعطيت وفيما منعت، وتصرفي فيما أحببت وفيما كرهت، وأن هناك من يراني ويراقبني ويطلع على تصرفاتي، وأن الثمن والجزاء سيأتي بعد انتهاء الاختبار. إن عاش الإنسان بهذه العقلية عاش حياة سعيدة وناجحة وهانئة ومطمئنة. تعينه هذه الفكرة على ما اختبر به في هذه الحياة من محبوبات، وعلى احتمال ما يختبر به في هذه الحياة من مكروهات. أما إن غابت هذه الفكرة تكون حياة مليئة بالعبثية والضياع. في أي لحظة من الممكن أن ينكسر الإنسان أو يضل أو يزيغ أو حتى يقبل على أن ينهي حياته بيده، لأنه تائه وضائع. فهذه الفكرة فكرة الابتلاء لا ينبغي أن تغيب ولو للحظة عن حياة الإنسان المسلم. وفيما يلي بعض الحقائق التي تتعلق بمفهوم الابتلاء والتي ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا في كل لحظة من لحظات وعينا في هذه الحياة. الحقيقة الأولى أنه لا توجد لحظة في هذه الحياة الواعية التي نعيشها إلا ونحن فيها في ابتلاء. يعني الابتلاء ليس في لحظات بعينها في الحياة أو في مواقف محدودة في الحياة، لا، الابتلاء حاصل في كل لحظة من لحظات الحياة. في كل لحظة هناك ابتلاء. كل شخص يظهر في حياتك أو يختفي، كل شخص تحبه أو تكرهه، تتعلق به أو تبغضه، كل شيء تتمناه تسعى إليه تصل إليه وتحققه تحرم منه تفقده، كل هذا ابتلاء. كل لحظة من لحظات الحياة ابتلاء، لا توجد لحظة خالية من الابتلاء، وهذا ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا قط. كذلك من الحقائق المهمة أن الابتلاء يكون بالشر والخير، في تلك الآية العظيمة التي ينبغي أن تكون منهاجا للحياة، أن تتشكل عقلية الإنسان المسلم بناء على هذه الآية. كل نفس ذائقة الموت، كل شيء سينتهي بالموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا ينبغي أن يصحح كل الأوضاع وأن يعطي المؤمن الدافع اللازم ليتخذ القرار الصحيح وليرتب أولوياته حسب ما يريده الله جل وعلا منه، فينجح في الدنيا ويسعد في الآخرة. الله جل وعلا يبتلينا بالشر والخير، والشر والخير هنا باعتبار رؤية الإنسان للأحداث، وإلا فليس في الابتلاء شر أو خير. هذا مهم جدا. نحن نبتلى بالمكروهات والمحبوبات، فرق بين الشر والخير والمكروهات والمحبوبات. فليس معنى أنك ابتليت بالمكروه أن هذا شر بالضرورة، وليس لأنك ابتليت بما تحب فهذا خير بالضرورة. طيب، ما الذي يحدد إذا ما كان هذا الابتلاء سواء بالمكروه أو بالمحبوب يعتبر خيرا أو يعتبر شرا؟ ما تفعله تجاه هذا الابتلاء أنت الذي تحدد،
فربما يبتلى الإنسان بما يكره ويكون خيرا له، وربما يبتلى الإنسان بما يحب ويكون شرا له. والله جل وعلا قال ذلك: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. انظروا إلى هذا الفصل بين مفهوم المكروه والمحبوب ومفهوم الخير والشر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهناك من الناس من يبتلى بالمكروه ويكون خيرا له لأنه ينجح في الابتلاء. وهذا معنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هناك من الناس من يبتلى بالقتل والتنكيل والفقد والحرمان والجوع والألم وهو خير له، يرفع الله جل وعلا درجاته في الجنة ويكفر سيئاته، بل وربما يحفظه بابتلائه هذا من النار. بعض الناس يعني لو كشفت الحجب ووجد أب مكلوم بسبب أنه فقد ابنه، قتل ابنه، كما يحدث الآن كثير من الآباء والأمهات في غزة، أسأل الله جل وعلا أن يفرج عنهم وعن كل المكروبين. إذا انكشفت الحجب لشخص مؤمن ورأى بعين الغيب أن ابنه هذا الذي قتل إن عاش كفر وانتهى في النار، فما الذي يختاره المؤمن؟ هل يختار له حياة قصيرة تؤدي به إلى عذاب أبدي، أم يختار ما اختاره الله جل وعلا لابنه؟ يختار ما اختاره الله جل وعلا لابنه، وهذا هو عين الابتلاء وعين الاختبار. قد يبتلى الإنسان بمحبوب ولكنه يؤدي به إلى النار. هناك من الناس من ابتلوا بالأمن والأمان ووفرة الطعام والشراب ودعة العيش، فما زادهم ذلك إلا بعدا عن الله جل وعلا وبعدا عن أحط درجات الإنسانية. يكون الإنسان يتراقص ويضحك ويلهو ويلعب وجيرانه يقتلون ويذبحون. لو صدق الإنسان في إيمانه بربه والله لاختار الابتلاء بالمكروه ولم يختر الابتلاء بالمحبوب إن كانت النتيجة هكذا. لكن هذا لا يمنع أن هناك من يبتلى بالمكروه فيفشل ومن يبتلى بالمحبوب فينجح. موجود هذا وموجود هذا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالذي يحدد هذا المكروه أو هذا المحبوب الذي ابتليت به إن كان خيرا في الحقيقة أو شرا هو فعلك، ما تفعله تجاه هذا الابتلاء، ولا ينبغي أن يغيب ذلك عن أذهاننا قط. من الحقائق أيضا أن الله جل وعلا لا ينزل الابتلاء بأحد إلا ويهيئ له من الأسباب ما يعينه على النجاح في هذا الابتلاء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد رأينا ذلك بأعيننا في ذلك الصبر والتسليم والرضا العجيب الذي يقابل به أهلنا في غزة التنكيل والقتل وما يرونه من فظائع أمام أعينهم، أشياء والله لو رأينا عشرها نسأل الله العافية لنا ولهم، لو رأينا 1% منها لانهار الإنسان، لما استطاع أن يكمل حياته. ولكن نرى الإنسان، نرى ذلك الأب الذي يدفن 3 من أبنائه وهو يقول الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن لم يكن هذا دليل على صدق هذا الدين وما وعد الله جل وعلا به عباده المؤمنين من أن يفرغ عليهم صبرا وأن يثبت أقدامهم وأن يهدي قلوبهم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فأي دليل آخر نطلب؟ من الحقائق أيضا أنه لا يوجد شر محض في الابتلاء ولا في فعل الله جل وعلا عموما، لا يوجد هناك شر خالص لا خير فيه، بل كل ما بدا لنا مكروها، كل ما بدا لنا شرا فيه من الخير ما الله به عليم، ومن الخير ما يطلعنا الله جل وعلا علينا
ما يطلعنا الله جل وعلا عليه. أما أن يكون هناك شر محض مطلق لا خير فيه على الإطلاق فهذا غير موجود، هذا غير موجود. فللابتلاء عموما وخصوصا الابتلاء بالمكروهات من الحكم والرحمات ما الله به عليم، لا يستطيع إنسان أن يحيط به علما. ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه أطلعنا على بعض تلك الحكم وعلى بعض تلك الرحمات، نذكر منها رفع الدرجات وتكفير السيئات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. ومنها كذلك التذكير بحقيقة الدنيا وبأنها ليست دار بقاء وليست حياة حقيقية، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والتشويق إلى الآخرة، الإنسان الذي لا يبتلى في حياته أبدا بأي مكروهات يبتعد عن الله ويزداد التصاقا وتعلقا بالدنيا فيضيع دنياه وآخرته. ومنها كذلك أن يفضح الله جل وعلا المنافقين والمدعين، مدعي الإنسانية ومدعي حقوق الإنسان ومدعي الرقي ومدعي الحضارة، يفضح الله كل هؤلاء. يميز الله الخبيث من الطيب، يميز الخبيث من الطيب. وكما قال الشاعر: جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. وإن لم يكن من حكم الابتلاء بالمكروهات إلا تلك التي ذكرناها والله لكفت، ولكنها والله كثيرة وليس المجال مجال التفصيل فيها. فالإنسان المؤمن يتعب ويحزن ويعاني، ولكنه لا يسخط ولا يجزع، يحميه إيمانه من الانكسار ومن الانهزام، وتقربه الشدائد من الله جل وعلا. طب ماذا عن ضعيف الإيمان؟ هذا والله يتلقفه الشيطان. الإنسان ضعيف الإيمان أو الذي ليس عنده إيمان يتلقفه الشيطان، يستغل أضعف نقطة عنده في شخصيته أو في نفسيته أو في أفكاره ويحولها ضده. فهذا الذي أرعبته وحشية العدو والقتل والتنكيل وخاف على نفسه، يستغل الشيطان ذلك ضده فيكون ممن يسارعون في مرضات العدو حتى يؤمن نفسه. وقد رأينا هؤلاء بأعيننا، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يسارعون في مرضات وموالاة أعدائهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، هيجي الدور علينا وهيبهدلون. ومنهم من هو منغمس في شهواته وملذاته ولا يريد أن ينغص صفو هذه الملذات والشهوات برؤية الدماء والأشلاء، فيأتيه الشيطان فيقول: يعني هذه ليست قضيتي، هذه ليست بلدي، فيميت قلبه ويقعده عما ما ينبغي عليه كمسلم تجاه أمته وتجاه آلامها وجراحها. كل هؤلاء يضيعون. الشيطان في النهاية هدفه أنه يضيع الآخرة، ويحاول قدر إمكانه إن استطاع أن يضيع معها الدنيا، وهذا غالبا ما يكون. يضيع الإنسان دنياه وآخرته. الصنف الأخير الذي يريد أن أتكلم عنه هو صنف من الناس يعني مليء بالمشاعر والإنسانية والعواطف، يرى تلك الأشلاء والدماء ويبكي ولا يستطيع أن يعيش، لا يستطيع أن ينام، لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يشرب، ويدعو الله جل وعلا. قد يأتيه الشيطان من هنا فيضخم تلك الآلام والأحزان ويبدأ في التساؤل: أين الله مما يحدث؟ لماذا لا يمنع الله هذا الظلم؟ لماذا لا يمنع الله هذا الشر؟ فيقوده الشيطان بذلك إلى الكفر بالله، إلى الإلحاد، إلى إنكار وجود الله. وإن علمنا أن هذه المشكلة التي تعرف بمشكلة الشر أو معضلة الشر، معضلة وجود الشر، هي أكبر بوابة لخروج المؤمنين من الإيمان إلى الإلحاد في جميع الأديان، وأكبر حجة يستعملها الملحدون ضد المؤمنين. وهذا ما سنناقشه باختصار إن شاء الله باختصار. يعني المشكلة كالآتي: إذا كنت تؤمن أن الله مطلق في الرحمة والقدرة، فكيف تفسر ما يحدث؟ وجود هذا الشر الرهيب، لماذا لا يفعل الله شيئا؟ إما أنه يريد أن يفعل شيئا ولكنه لا يستطيع، إذن فهو ليس مطلق الإيه؟ القدرة.
أو أنه يستطيع ولكنه لا يريد، إذن فهو ليس مطلق. الرحمة على في جميع الأحيان، الإله الذي تعبده الرحيم القادر غير موجود. هذه الحجة. يعني وأنا واجهت هذا الأمر كثيرا مع خصوصا مع كثير من الشباب. خلاصة التجربة يعني تفكيك المشكلة منطقيا حتى نزيلها كعقبة منطقية في طريق الإيمان، حتى يصل الإنسان مرة أخرى إلى الإيمان بالله، ثم يتكفل الإيمان بتطهير القلب من كل بقايا أوساخ هذه الشبهات. النقطة الأولى أن إن صحت هذه المشكلة فهي مشكلة صفات وليست مشكلة وجود. يعني أنا مثلا ولله المثل الأعلى، إحنا نؤمن بوجود الجاذبية، لم نرى الجاذبية ولكننا رأينا آثارها. كيف تعمل الجاذبية؟ تسحب الأغراض والأشياء إلى الإيه؟ الأسفل. طب ماذا لو ألقيت شيئا فارتفع إلى الأعلى؟ معنى ذلك المنطقي أنك تفكر هناك شيء عن الجاذبية لم أفهمه، قد يكون هناك استثناء، قد يكون هناك شيء لا أعرف كنهه أو الغرض منه. هذا هو التفكير المنطقي. لكن أن يقول إنسان لأني رميت هذا الشيء فارتفع إلى أعلى فأنا أنكر وجود الجاذبية بالكلية، فهذا جنون محض. فهذه المشكلة لو كانت مشكلة أصلا فهي مشكلة في فهم صفات الله وليست دليلا على عدم وجود الله. هذا هو المستوى الأول من مستويات الحل. المستوى الثاني أن هذه المشكلة مبنية على افتراض خاطئ، وهو أن الله جل وعلا رحيم وقادر فقط. الله جل وعلا ليس رحيما وقادرا فقط. لو أضفت إلى هذه المعضلة أن الله جل وعلا كذلك مطلق الرحمة، مطلق العلم ومطلق الحكمة، لانتهى الإشكال. مطلق العلم ومطلق الحكمة في مقابل إنسان محدود في العلم ومحدود في الحكمة، فكيف يمكن لإنسان محدود في العلم ومحدود في الحكمة أن يحاكم من هو مطلق في العلم ومطلق في الحكمة؟ يعني هناك آلاف الاحتمالات لأن يكون ما أراه الآن بعيني شرا محضا له حكمة تقلبه خيرا محضا وأنا لا أعرف. هل هذا ممكن ولا لا؟ ممكن. ونعطي لذلك مثالا بسيطا، ومثال لا علاقة له بالإسلام، يعني إن بعض الناس يعتبر هذا المثال لكن أنا أراه مثالا قويا جدا. طفل غير مسلم يزور مع والديه جده غير المسلم. الجد دائما غاضب ومضطرب المزاج، ولكنه عندما يشرب من زجاجة ما فيها مشروب ما يبدأ بالغناء والضحك، والولد الطفل الصغير يريد أن يضحك ويغني مثل جده، فأراد أن يشرب فمنعه جده. الولد يظن أن جده شرير ولا يريد له أن يكون سعيدا مثله، لا يريد له أن يغني ويضحك. إحنا نعرف المثال أن هذا خمر، وأن ما فعله الجد هو عين الحكمة وعين العلم وعين الرحمة، وأنه لو تركه لكان عين الظلم وعين الوحشية وعين يعني الاعتداء على الطفل. لكن هذه الفجوة الرهيبة في فهم الطفل لما حدث وفي فهم الجد لما حدث ناتج عن ماذا؟ ناتج عن الفجوة الرهيبة بين الجد والطفل في العلم والإيه؟ والحكمة والخبرة. طبعا هذا المثال لا علاقة له بعلاقة الإنسان بالله، يعني ما أقدرش، لا أستطيع أصلا أن أقول أن هناك فجوة عظيمة بين الإنسان وبين الله جل وعلا في العلم والحكمة والخبرة. لا توجد هناك فجوة، لأنه لا توجد هناك أصلا مقارنة. علم الله غير علم الإنسان أصلا، يعني مش أن الله جل وعلا عنده علم عظيم والإنسان عنده علم قليل، لا لا لا. نوعية العلم، نوعية الحكمة، نوعية الخبرة لا علاقة له بما عند الإنسان. فإذا سوغ هذا الفرق بين بشري وبشري، هذا الفرق الرهيب في الفهم، سوغه الفرق في العلم والخبرة بسبب الفرق في الحياة، ده عاش 60 سنة أكتر من ده، فما بالكم بإنسان يريد أن يفرض ما يظنه العلم والحكمة على العليم الحكيم؟ الأمر غير منطقي، الأمر بالمرة غير منطقي. مستوى آخر من مستويات الحل، وهذا أنا رأيت أن هذا المستوى مريح جدا لكثير من الناس، الشباب بالذات، أن الإنسان أصلا غير قادر على 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 تحديد ما هو خير وما هو شر على الحقيقة. أنت ممكن تكون قادر على تحديد ما هو مكروه وما هو محبوب، لكن ما هو خير وما هو شر، أنا بتكلم على المستوى المادي الدنيا، وبتكلمش على الآخرة دلوقتي. حتى على المستوى المادي الدنيوي الإنسان غير قادر على التحديد. حتى أحدد ما إذا كان شيء ما خير في الحقيقة أو شر في الحقيقة، لابد لي أن أعرف النهاية، النتيجة النهائية. ولو عرفت النتيجة النهائية ساعتها أستطيع أن أحدد إذا كان خيرا أو شرا.
يعني بعض الناس يظن أن أفضل شيء من الممكن أن يحدث لي في هذه الحياة وأن أتزوج تلك الفتاة، فتاة أحلامي. لكنه لو اطلع على الغيب كانت عنده آلة زمن وذهب إلى المستقبل ليرى نتيجة زواجه من هذه الفتاة، لربما يجد نفسه مجنون يمشي في الشوارع يشد فيما بقي له من شعر. فلما يرجع يعرف إيه، لا والله ده كان شر محض. والمقابل ممكن واحد يقول لك والله لأنني خسرت تلك الوظيفة، أو لو أستطع الالتحاق بتلك الجامعة هذا أسوأ شيء حدث لي في حياتي. لكن في الحقيقة لو عرف الغيب، لو عرف المستقبل، ربما يكتشف أن هذا هو أفضل شيء حدث في حياتي. وده حصل، أظن أن الكل عنده قصص هكذا، أشياء ظننا أنها خير ثم اتضح أنها شر، أشياء ظننا أنها شر ثم اتضح أنها خير. فالإنسان لا يستطيع أصلا أن يحدد ما هو شر وما هو خير على الحقيقة إلا لو كان عنده علم بالمستقبل، آلة زمن يركبها ويروح المستقبل يشوف نتيجة هذا الاختيار، وهذا غير متاح. حتى ولو كانت آلة الزمن موجودة واستطاع أن يذهب إلى المستقبل ورأى أنه في خير وصحة وسعادة ومبسوط وكله تمام، هل يستطيع بعد هذا أن يحدد أن هذا الأمر كان خير في الحقيقة أو شر في الحقيقة؟ لا. لماذا؟ لأنك لا تحتاج فقط إلى معرفة النتيجة النهائية لاختيارك، تحتاج أن تعرف النتيجة النهائية لكل الاحتمالات الممكنة. يعني مثلا أنا اخترت كلية الهندسة، بس هتأكد الأول هاخد آلة الزمن من درايف واي وهطلع على المستقبل أشوف. طلعت المستقبل لقيت أنا مهندس ناجح جدا وعندي شركة هندسية ومليونير، هل كده كافي إن الحكم إن ده خير؟ لا، لأن ممكن لو رجعت في الزمن واخترت إن أنا أكون مثلا محاسب أو محامي أو طبيب، وبعد كده رجعت للمستقبل أكتشف إن أنا مش مليونير، أنا بليونير، أنا رئيس مجلس قيادة الكوكب، أسعب بمليون مرة. ساعتها يكون اختيار كلية الهندسة اختيار إيه؟ خاطئ. ليه؟ لأنه منعني من تحقيق ما كان يمكنني أن أحققه. بالضبط، أنا هذا المثال أحبه جدا، أنا أفعل هكذا وأعطي، يعني اختار، إذا اخترت اليد الصحيحة تأخذ الهدية الموجودة فيه. فاختار اليد اليمين، فتحت $100، الولد يصرخ والحمد لله $100. بعد كده فتحت الايد الثانيه لقى فيها $1,000,000. تعرف طبعا ما ينفعش احط $1,000,000 في الايد الثانيه، بس لقى $1,000,000. اللحظه اللي فتح اختار فيها الايد اليمين ولقى $100 دي بالنسبه له تكون لحظه سعيده ولا اتعس لحظه في حياته؟ اتعس لحظه في حياته. ليه؟ لانها منعت اختار الاختيار الخاطئ، ده شر فظيع. كان زماني مليونير دلوقتي معايا $100. فالانسان غير قادر على تحديد الخير والشر الدنيوي اصلا، لانه ليس له علم بالمستقبل وليس له وصول للمستقبل. ولو كان له وصول للمستقبل فهو محتاج مش بس وصول لمستقبل لاحتمال واحد من احتمالات الحياة، لا، محتاج لكل الاحتمالات عشان يعرف هو ده الخير وهو ده الشر. فإذا كان الإنسان غير قادر على ذلك فلا يمكنه أن يحدد الخير والشر. مستوى آخر من المستويات وهو، طب لنفترض أن واحد عرف الخير والشر على الحقيقة، خلاص فحص كل الاحتمالات الممكنة، طبعا هذا مستحيل بس خلينا نفترض أنه حصل، وليس هذا فحسب، بل عنده جهاز فيه زر يضغط عليه يزيل كل الشرور، كل الشرور ستزال، هل من الحكمة والرحمة أن يفعل ذلك؟ أن يضغط ذلك الزر؟ لا، لأنه بإزالة كل الشرور تزيل كل الخيرات، لأن الأشياء لا تتباين في هذه الدنيا إلا بضدها. تخيل أنك أزلت الجوع والمرض والحزن، في المقابل أنت أزلت أي لذة في الشعور بالامتلاء وبالصحة وبالسعادة. ده منطقي. الإنسان الذي لا يعرف الحزن لا يستطيع أن يعرف السعادة، الإنسان الذي لا يعرف الجوع لا يستطيع الالتذاذ بالشبع، الإنسان الذي لا يعرف المرض لا يستطيع الالتذاذ بالصحة. ففي الحقيقة هذا يكون من أسوأ الأشياء. تخيل أن الحياة عبارة عن خط مستقيم، يحدث شيء نحبه يحصل صعود في الخط، يحصل شيء نكرهه انخفاض في الخط. طب ماذا لو أزلت كل ما هو في الأسفل؟ ما بقاش في أعلى، أنت أصلا حياتك بقت في أعلى ما يمكن وهي لازالت خطة مستقيما. طب أنت تريد أن تحس بالسعادة، عايز تطلع فوق، عايز تحس أنك عايش، منين؟ مفيش، لا صعود لفوق لأنه لا يوجد تحت، انتهى. وهذا يحدث لكثير من الناس، الناس الذين ولدوا في هذه الحياة وعندهم كل شيء، لم يتعب في شيء ولم يبحث عن شيء، كل شيء متحقق بالنسبة له، لا يوجد عنده تقدير ولا استمتاع بأي شيء، يجرب كل حاجة. وكثير من الناس يقتلون أنفسهم في ذروة نجاحاتهم في هذه الحياة،
لأن الحياة ليس لها طعم وليس لها معنى. لا يوجد هناك شيء يريده ولا يسعى إليه، ولا يوجد هناك شيء يتجنبه أو يحزن من أجله. لا توجد حياة، لا يوجد معنى. فهذا أيضا مستوى آخر من مستويات الحل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان وأن يرزقنا اليقين وأن يتوفانا هو راضي عنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. ثم أما بعد، فإذا كانت هذه المشكلة لا علاقة لها بوجود الله، وإذا كانت مبنية على افتراض عقلي خاطئ وهو حصر صفات الله في الرحمة والقدرة، وإذا كانت مبنية على افتراض أكثر خطأ وهو أن الإنسان قادر بالفعل على معرفة ما هو الخير والشر، وعلى تصور آخر خاطئ وهو أن إزالة الشر من العالم تجعل العالم مكانا أفضل، فما الذي بقي؟ قد يقول قائل يعني ألم يكن الله جل وعلا قادرا على أن يخلق عالما مثاليا نحس فيه بالخير والسعادة والفرحة دون وجود الشر؟ ما فيش فيه شر خالص؟ الإجابة بلى، هو قادر، بل لقد خلق هذا العالم بالفعل، ومن رحمته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعرفك كيف تصل إلى هذا العالم. هل تريد أن تصل؟ لا والله أنا لا أريد أن أصل، أنا أريد أن أبقى هنا ويأتي هذا العالم إلي. لا، دي مشكلة أطفال لا أستطيع ولا أستطيع أحد أن يعالجها. هناك هذا العالم وهناك إرشادات من الخالق جل وعلا كيف تصل لهذا العالم. ومع ذلك فنعيم أهل الجنة في الجنة لا يكتمل إلا وهم يعلمون ما عانوا منه في الدنيا. مش هم اللي بيدخلوا الجنة، أهل الجنة يقولون وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يعني عارفين الحزن، عارفين الحزن والتعب والمشقة، الذي حلنا دار المقامة من فضله لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها الغوب. هذا جزء من النعيم، وجزء كذلك من النعيم وأنهم يرون أهل النار، يرون البديل. فهذه سنة من سنة الله في كونه. فإذا كان الأمر كذلك فلا مناص للإنسان من التسليم لله جل وعلا، وتخلى هذه العقبة المنطقية التي ليست منطقية على الإطلاق من طريق إيماني بالله، يسلم نفسه لله جل وعلا، ويتدبر القرآن، ويتدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى بداية الخطبة. بداية الخطبة أن هذه الحياة اختبار، والاختبار بالشر والخير، المحبوبات والمكروهات، ثم تصفو علاقته بالله جل وعلا ويسلم لله تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انتقم من كل ظالم وخائن يا رب العالمين. اللهم فرج عن أهلنا يا رب العالمين، وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، واجعل العاقبة لهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على نصرتهم، واستعملنا ولا تستبدلنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.